لو دعيتي على ابنك أو بنتك وقت الغضب، هل الدعوة تستجاب؟ أدعى على ابني ومحبش اللي يقول أمين. انتي ولا تدعى على ابنك ولا تدي الفرصة لحد يقول أمين. دعاء الأم على أبنائها ده بيبقى ناتج عن غضبها وفقدها السيطرة على الموقف، فبتعبر بطريقة خطأ عن مشاعرها، وده ما يبررش للأب أو الأم إن هما يدعوا على أولادهم ويخلوا بالهم من كل كلمة بيقولوها، خصوصا وقت الغضب، لأن ممكن تبقى عواقبها كتيرة جدا، لأنها ممكن تصادف ساعة استجابة. وهنا يجي السؤال، يعني الدعاء على الأبناء وقت الغضب ممكن يكون مستجاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الأولاد والأنفس في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم وأموالكم لتوافق من الله ساعة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات يستجيب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وكتير من الآباء والأمهات بيعكس الحكاية خالص، فبدل ما يدعوا لولادهم تلاقيهم بيدعوا عليهم بحجة إن هو خرجني عن شعوري، عصبني، ده دعوة من ورا قلبي، ده لحظة غضب. طب ما فكرتوش إن الدعاء ده ممكن يكون سبب لشقاء الأبناء في حياتهم لأنه صادف ساعة استجابة؟ وفي أمثلة كتيرة جدا ذكرها دكتور عبد الله عبد المعطي في كتابه من اليوم لا تنام حزينا يا ابني. الكتاب ده جميل جدا للي عنده ولاد او مهتم ان هو يعرف اكتر عن تربية الاطفال، فالكتاب ده حلو جدا جدا. وجميل ان الامثلة دي بيحكيها اصحاب الحكايات نفسه. واول قصة معانا وبتحكيها صاحبتها، وبتقول: قبل فرحي كنت بكوي الهدوم والمكوى وقعت مني وكانت هتتكسر، لقيت امي بتصرخ فيا وبتقول لي: انت مهملة، كنت هتكسريها، ربنا يكسر قلبك. وبالفعل قبل فرحي بساعات وانا عماله افكر في ازاي اليوم هيبقى سعيد وانا مبسوطه وفرحانه، واليوم اللي انا مستنياه بقالي كتير قوي حصل اللي ما كانش على الحسبان، توفت اعز صاحبه ليا، كسر قلبي وضاعت فرحتي، وفعلا استجابت دعوه امي. ودي كانت اول مره امي تدعي عليا دعوه زي دي، وللاسف اول مره تدعي عليا دعوة استجاب. والقصة التانية وبيحكيها صاحبها، بيقول: كنت مراهق متهور قوي وكنت بتعب أمي معايا وهي كانت بتصبر عليا، بس للأسف أنا ما كانش فيه مني فايدة وكنت بتعبها أكتر، لحد ما في مرة قالت لي: ربنا يتعب قلبك، ربنا يتعب قلبك زي ما بتتعب قلبي معاه. ومرت السنوات واتجوزت وما حسيتش بأي راحة أسرية خالص ولا استقرار، وللأسف حصل انفصال واتجوزت مرة تانية ونفس الحكاية، مفيش ولا راحة ولا استقرار. ففي مرة كنت قاعد مع نفسي وعمال أفكر: أنا ليه بيحصل معايا كده؟ ليه مش حاسس بأي راحة أو استقرار؟ لحد ما افتكرت دعوة أمي وإن هي كان سبب شقائي وسبب عدم راحتي واستقراري. وعلى الجانب الآخر بيعرض برضو الكتاب دعوات صالحة للأبناء استجابت، ربنا يحبب فيه خلقه والحصى في أرضه. بيحكي صاحب الحكاية، بيقول: أمي كانت دايما تقول لي: ربنا يحبب فيه خلقه والحصى في أرضه. مفيش مكان روحته أو ناس قابلتهم إلا فعلا ما بشوف في عيونهم وفي تعاملهم معايا الحب ليا، لدرجة إن أنا لو سبت شغل صاحب الشغل بيصر إن أنا أرجع الشغل تاني، وصاحب الشغل الجديد بيصر برضو إن أنا ما سيبش الشغل. ومش بس كده، ده أنا بحس إن أنا لو رحت أي مكان إن أنا بحب المكان والمكان كمان بيحبني، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. والحكاية الأخيرة ودي حكاية شخصية، في مرة ماما بتحكي لي إن هي كانت دايما بتدعي بدعاء سيدنا إبراهيم وتقول: ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وبتقول إن فعلا الحمد لله إن دعوتها استجابت، وإن أنا وأخويا طلعنا الحمد لله محافظين على صلاة، وأنا مشيت على نفس النهج ودايما بدعي بنفس الدعوة لولادي. ما تخليش لحظة غضب تخليكي تندمي أيام وشهور وسنين، ما تخليش لحظة غضب تبقى سبب في شقاء حد من ولادك، ما تخليش لحظة غضب تخلي ولادك دايما فاكرينك بالوحش وانك كنت سبب في معاناة او مشكلة واجهتهم في حياتهم بسبب دعوة انت قلتيها واستجابت. وبدل ما تدعي عليهم ادعي لهم بالهداية وبالصلاح، ادعي لهم بكل دعوة حلوة، وادعي لنفسك ان ربنا يعينك ويقويكي. التربية مش بالساهل، التربية التحدي ونتيجته عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. وفي نهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويا رب يكون علمي ينتفع به. شكرا.